الفكره من الورشه انه العمليه نفسها بتاعه الحكي مش دايما سهله، الناس مش متعوده على كده، وهي مش حاجه سهله على اي حد ان انت تحكي عن تجربه بالنسبه لك كانت مؤلمه او بالنسبه لك كانت صعبه. طيب لو احنا هنشتغل على القصص، طب ما نشتغل مع مجموعه من الناس في ورشه ويبقوا مش بس بيحكوا قصه واحده، يبقوا بيحكوا قصص كتير ويبقوا بيسمعوا تجارب ناس تانية. احنا مش بنقول لحد اللي هو احكي لنا النهارده عن شعور الحزن، احكي لنا عن التحرش في الشارع، لا، ده من تيمه الشارع، هو الشارع والناس ماشيه وحد بياع واتنين بيتخانقوا مع بعض وحد بيوقف تاكسي، مشاهد 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 ورا بعض. وبعد كده بنعمل دوائر المشاركه او دوائر الحكي. في الدايره دي بندعو الناس ان هم يحكوا حاجه افتكروها او حاجه متعلقه بالتدريبات اللي هم عملوها قبلها. كل حد بيحكي حاجه على حسب حياته او حياتها والموضوع جاي منين. القصه دي لو انت بتحكيها او انت بتحكيها على المسرح، حابه تحكيها ازاي؟ مين الشخصيات اللي جواها؟ طب لو الوقت رجع ورا هتحبي تتصرفي بطريقه مختلفه؟ وده جزء احنا بنسميه اكسبلورنج او اكتشاف القصه اكتر. طبيعه المشاركين واحتياجاتهم هي اللي طول الوقت بتفرض الريتم بتاع الورشه نفسه هيمشي ازاي. ممكن تبقى مده الورشه مثلا 3 شهور وبنشتغل بشكل اسبوعي، فبقيت بنشتغل بشكل مركز اكتر من كده مثلا لمده اسبوعين، خصوصا لما نكون بره القاهره. ليه المسرح وليه التدريبات دي بعينها؟ ان هي بتشتغل اصلا على تطوير الثقه في النفس، على مساحه من قبول الذات، على حاجات ليها علاقه بازاي اثق في المجموعه والمساحه اللي حواليا وازاي اتعرف على نفسي اكتر. وبعد الحكي بتبقى الفكره ان احنا من خلال برضو تدريبات لها علاقه بالمسرح وبالحكي بنسميها احتواء، بنحاول ان احنا نخرج بره التجربه تاني، عشان لما نخرج منها يبقى الشخص خرج وهو في حاله نفسيه لطيفه. يعني احنا مش هدفنا كبوستي ان احنا داخلين عايز الناس تعتمد عليا ويحسوا ان بوستي دي مساحه مش هتتكرر ابدا، لازم يبقوا معتمدين في المقام الاول يعني على نفسهم، وبعد كده على الدعم اللي هم بياخدوه منهم ومن بعض كمجموعه. احنا خلال فتره الورشه كلها بنبقى بنوثق الحكايات والتجارب اللي بتتحكي بموافقه الناس اللي موجوده جوه الورشه، وفي النهايه بنبدا نحضر للعرض. ممكن يبقى عرض صغير لو احنا عندنا وقت محدد محدود يعني، او عرض كبير وساعتها بيبقى عندنا مساحه وقت اكتر.